لأنه بس معنا على التليفون الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. مساء الخير يا دكتور، وأهلا وسهلا بحضرتك. دكتور عادل، مساء الخير، حضرتك على الهواء. مساء النور، تحياتي لحضراتكم. يا أهلا وسهلا. خليني الأول أتعرف من حضرتك كده على إجراءات التنسيق، خصوصا أنه كان عندنا ملاحظة من بداية اليوم أنه الأرقام السرية للطلبة بتستخدمها لكتابة الرغبات في التنسيق ما كانتش لسه معتمدة أو جاهزة، فالنهاردة إجراءات التنسيق إيه؟ آخر التفاصيل نتعرف من حضرتك على الصورة الكاملة. أنا أوضح لحضراتكم ما فيش قلق على الإطلاق، يعني حتى نهاية المرحلة الأولى سيكون كل الطلاب حصلوا على فرصتهم الكاملة في التنسيق المرحلة الأولى كما ورد بالبيان الإحصائي الصادر عن الوزارة. أهم شيء بالنسبة للتنسيق الإلكتروني حضرتك، ندعو كل الطلاب اللي هم طلاب المرحلة الأولى وحتى طلاب باقي المراحل للاطلاع على الأدلة الإرشادية وحملات التوعية اللي أصدرها المركز الإعلامي للوزارة من خلال صفحة الوزارة الرسمية لوزارة التعليم العالي الموقع الإلكتروني للوزارة. هذه الأدلة الإرشادية تشرح للطالب بالتفصيل كيفية إجراء التنسيق. مسألة في منتهى اليسر، طالب من خلال استخدام الرقم السري الخاص به ورقم الجلوس بيقدر يدخل على الموقع الإلكتروني، بيجد كل الداتا التفصيلية الخاصة به، بيستكمل عملية استكمال الرغبة. لدينا مجموعة أصدرنا دليل جديد حول كيفية التعامل مع الأخطاء الشائعة في التنسيق الإلكتروني من خلال خبرات السنوات الماضية. أهم شيء الطالب لا يفرط في رقم السري أولا الخاص به. ثانيا، حق الطالب أن يجري التعديلات على رغباته كيفما شاء حتى اللحظة الأخيرة التي يتم فيها رفع وانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق. الطالب يتشاور مع أسرته مرة واثنين وثلاثة حتى يتخذ قراره بالنسبة لترتيب الرغبات. لدينا التوزيع الجغرافي، ودي نقطة مهمة جدا على جميع الطلاب الالتزام بها. فكرة التوزيع الجغرافي ان الطالب يتخير الكلية المناسبة بالنسبة له في القطاع الجغرافي الاول اللي هو في محافظته او المحافظة المجاورة، ثم ينتقل للقطاع الثاني ثم للقطاع الثالث بالترتيب. ايضا التعامل مع الرغبات 75 بمنتهى الجدية. طالب يدخل في منافسة مع كل زملائه اللي حاصلين على مجاميع متقاربة جدا، وبالتالي مسألة ان انا ارتب 10 رغبات بجدية في البداية ثم بعد ذلك بعشوائية، دي مسألة الحقيقة بتوقع كثير من الطلاب في اخطاء. صحيح. التعامل الجدي مع كافة الرغبات الشيء المهم جدا. ايضا هذا العام ما عندناش توزيع اقليمي، كل التوزيع جغرافي، وده بيفتح الفرصة للطلاب الحقيقة اللي معاه مجموع ان هو يقدر يلتحق بالكليات المتاحة على مستوى الجمهورية. كان عندنا توزيع اقليمي سابق بالنسبة للتمريض وبالنسبة للتربية، ألغي ذلك، وبالتالي هذه الكليات أيضا مفتوحة مثل باقي التخصصات على مستوى الجمهورية بنظام التوزيع الجغرافي. طيب، نقطة التوزيع الإقليمي والتوزيع الجغرافي يا دكتور عادل، أيهما أفضل أو إيه هي الفلسفة اللي أدت لإلغاء نظام التوزيع الإقليمي والاتجاه للتوزيع الجغرافي، وده يصب في صالح الطلبة بأي شكل؟ بالتأكيد التوزيع الجغرافي أكثر تفضيلا بالنسبة للطلاب، لأنه حضرتك فكرة التوزيع الإقليمي كانت بتقصر توزيع الطالب على محافظته، وبالتالي بعد محافظته لا يستطيع أن هو يجد الفرصة. طيب، قدامنا بديل، لو أنه مجموعة الطالب لم يسعفه للالتحاق بكلية التمريض على سبيل المثال في الجامعة اللي بينتمي لها في محافظته، لا، احنا النهاردة فتحنا التوزيع الجغرافي، وخاصة ان احنا عندنا في هذا التخصص عشان نقدر نملى كل الكليات، وبالتالي كل الطلاب يحصلوا على فرص متكافئة. إذا لم يتمكن في الالتحاق بهذه الكلية في قطاعه الجغرافي الأول يستطيع في قطاع الجغرافي الثاني، إذا لم يتمكن في قطاع الجغرافي الثالث، وبالتالي هي في صالح الطالب بالتأكيد. نقطة فعلا مهمة. تفضل. المهم في هذه المسألة في كيفية الاختيار، يعني ينبغي ان احنا نركز على رغبة الطالب. احيانا اولياء الامور بيتدخلوا وبيجبروا ابنهم او بنتهم على اختيار تخصص معين تحت فكرة استخسار الدرجة الحاصل عليها الطالب اذا كان خاصة من الاوائل. لا، يا دكتور عادل، كده عندنا مفهوم او ثقافة الاستخسار، لو انت جايب مجموع يبقى لازم تجيب اعلى كلية في المجموع ده حتى لو انت مش عايزها او مش رغبتك، ده غير طبعا فكرة كلية القمة والقاع.
بالظبط. يعني حضرتك عندنا بعض الطلاب في هذه الكليات بيتعثروا في الدراسه نتيجه ان هذه الكليات لم تكن اختيارهم من الاساس. صحيح. وكانت اختيار الوالدين، وبالتالي الطالب بعد كده بيحصل ان هو بيحول مسار. حول مسار ليه؟ لان من البدايه الاختيار كان خطا، لان البدايه كان الاختيار درجات وليس اختيار عن رغبه حقيقيه في استكمال حياته المهنيه في هذا التخصص. صحيح. طيب في نقطة برضو مهم نعرف من حضرتك تفصيلتها، النهاردة بعض الطلبة أو إحنا لما يعني إحنا الحقيقة بعتنا حتى كاميرا لمكاتب التنسيق فكانت الأمور فاضية قوي، فاكتشفنا فيما بعد إنه الأرقام السرية لسه ما كانتش متوفرة، هل دي مسؤولية وزارة التعليم العالي ولا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟ في تنسيق كامل بين التعليم العالي والتربية والتعليم، والتربية والتعليم أصدرت بيان رسمي اليوم، وزارة التربية والتعليم أصدرت بيان رسمي اليوم ان الارقام السريه والشهادات التفصيليه المؤمنه خدت بعض الوقت عشان تكون الشهاده مؤمنه وغير قابله للتزوير باي شكل من الاشكال، وهذه الشهادات ستتاح للطلاب غدا على مستوى الجمهوريه، وان شاء الله مكتب التنسيق مفتوح، ما فيش اي مشكله اطلاقا من التاخر بعض الشيء لانه فرصه متاحه لكل الطلاب ولن تغلق. هيزيد يوم في التنسيق مثلا ولا ما فيش اي مشكله خالص؟ يعني احنا حضرتك لن تغلق المرحله الاولى للتنسيق الا بعد تمكن جميع الطلاب اللي بينتهوا من هذه المرحله من اتمام عمليه تنسيقهم بنجاح. طيب ده شيء مطمئن جدا. بشكر حضرتك دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي.